سكين الغضب. صنعاء في قبضة الخوف، سيناريو متجدد في مدينة أدمنت الأزمات والانكسارات، الأدوات ذاتها والتصرفات والسلوكيات ذاتها أيضا، منذ دماج مرورا بحاشد وعمران وانتهاء بالعاصمة صنعاء. نبوءة جديدة للمخلوع صالح تتحقق بالحرب من طاقة إلى طاقة، لكن هذه المرة الهدف فريق صالح ورجالاته، والجائزة الكبرى لن تكون غير رأسه الذي لطالما رسم النهايات السوداء لرؤوس الآخرين. الراقص على رؤوس الثعابين بات اليوم أسيرا لمخاوفه الكثيرة ومحاصرا في مربع لا يتجاوز قطره 10 كيلومترات، يحيط به خصومه التاريخيون بانتظار اقتناص لحظة ضعف لإطفاء ثأر تاريخي عمره 14 عاما. على مدى أكثر من عامين والحوثيون يخططون لمثل هذا اليوم في ملعب لم يعد يتسع لأكثر من لاعب واحد. خارطة التحالفات الدولية تغيرت أيضا، وبات العالم يفضل التعامل مع طرف في صنعاء في محاولة لإنجاز تسوية في اليمن بعد العجز في التوصل لاتفاق خلال الفترة الماضية. طوال فترة الحرب وما قبلها كانت الميليشيا تقلم أظافر صالح وتسحب البساط من تحت قدميه. أعاد التشكيل الواقع السياسي والعسكري في العاصمة صنعاء وما حولها، وبات واضحا أن الحوثي بحاجة ماسة لكسر حليفه ووضع النقاط على الحروف. من صعد على ظهر الآخر ومن سلم رقبته للآخر؟ الصورة باتت واضحة ولم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة بعد استكمال السيطرة على غالبية أدوات العنف والسلطة التابعة للمخلوع وتحديد مساحة تحركاته وأنشطته من قبل القيادات الميدانية للميليشيا التي يبدو أنها متعطشة للدماء ولجولة جديدة من العنف تعيد من خلالها تسويق نفسها وتفرض واقعا دمويا في البلاد هو جزء من مسيرتها المعمدة بالعنف والإرهاب. الأيام القليلة القادمة قد تكشف عن المسمار الأخير في مسيرة حافلة بالعنف والفشل وعصر كامل من الدسائس والمكائد، وتبقى مخاوف الكلفة العالية لهذا السقوط هي الخطر الأشد وقعا على ملايين القاطنين في عاصمة الخوف.